بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، النهاردة إن شاء الله المحاضرة أنا عملتها 8:30 عشان الميعاد يكون مناسب للجميع، وده قسم المدني، المفروض المدني أولى وتانية، تمام؟ أنا معايا عمر جويد. إن شاء الله يعني أنتوا بتاخدوا مادة في غاية الأهمية على فكرة، وأنا شايفة للأسف الشديد إن ممكن حد يستخف بمادة القانون بالرغم من إن هي تعتبر أهم مادة في المواد العلمية كلها أو المواد النظرية. طبعا كلمة القانون دي أصلا كلمة يونانية كان يقصد بها الخط المستقيم أو يقصد بها المسطرة، ده باللغة اليونانية. لو جينا لمعنى القانون في الظواهر الطبيعية بنجد إن هو يتواجد بصور مختلفة أو بظواهر مختلفة. يعني مثلا إحنا في قانون الطبيعة نلاقي قانون الجاذبية الأرضية أو قانون الطفو الأرشميدس، بنلاقي بالنسبة ده بالنسبة للقوانين الطبيعية في الفيزيكس. أما لو جينا بصينا لقوانين علم الاقتصاد بنلاقي قانون العرض والطلب، فبنلاقي كلمة القانون متعددة. أولا نواميس الكون نفسها كلها عبارة عن قانون، قوانين الكون نفسها. فإحنا لو بصينا لكلمة القانون في المصطلح القانوني أو في الدراسات القانونية بيقصد بها القواعد القانونية أو القواعد التي تنهي الأشخاص عن ارتكاب فعل معين، زي إيه؟ باعتبار هذا الفعل من المحظورات أو قد تأمرهم بإتيان فعل معين، تمام؟ باعتبار إن هذا الفعل ملزم لهم. تمام. طبعا القاعدة القانونية قد تأمر الأشخاص بإتيان أفعال معينة أو النهي عن أفعال معينة، يعني إما يأتوا فعل معين يا إما تنهيهم عن فعل معين. وطبعا اللي بيحمي القاعدة القانونية هي السلطة العامة في الدولة، بحيث إنها عندها الجبر، القوة الجبرية التي تلزم بها الجميع بأن يحترموا قواعد القانون، فلا يجوز للشخص عصيان ما تفرضه قواعد القانون من أوامر أو نواهي، وإلا تعرض لتوقيع جزاء عليه. طبعا هذا الجزاء بيكون ملموس بتوقعه السلطة العامة الموجودة في الدولة بما تملكه من قوة قهرية بتباشر بها الإجبار العام في المجتمع. طبعا ليه؟ حتى يعم النظام. إحنا لو جينا بصينا لأي علاقات اجتماعية موجودة في المجتمع، من أصغر العلاقات سواء علاقات زوجية أو علاقات أسرية أو علاقات عائلية، بنلاقيها يحكمها القانون. إزاي؟ بداية من العلاقة الزوجية بيحكمها قانون الأحوال الشخصية، سواء من ناحية الارتباط الشرعي اللي هو الزواج أو من ناحية الانفصال اللي هو الطلاق، بيحكمه القانون. نيجي للعلاقة بين الآباء وأبنائهم، يعني بين الآباء وأبنائهم في الأسرة الواحدة، هنلاقي إن العلاقة دي يحكمها القانون، بإن القانون بيحتم على الأب الإنفاق أو رب الأسرة الإنفاق على أبنائه حتى لو انفصل عن زوجته، فالقانون بيلزمه بالإنفاق على أبنائه. إذن هنا العلاقة القانونية بتربط الأشخاص بعضهم ببعض في المجتمع. لو جينا نظرنا إلى علاقة الأشخاص ببعضهم، حتى لو الطالب اللي موجود في مؤسسة تعليمية، سواء تلك المؤسسة مدرسة أو تلك المؤسسة معهد أو تلك المؤسسة جامعة، بنجد أن
العلاقة التي تربطه بتلقي العلم هو القانون. القانون يلزمه إن هو زي ما له حق بيعرفه إيه اللي له وإيه اللي عليه، زي ما هو له حق أن يتلقى العلم، له حق أن يحترم من يلقي عليه العلم أو يحترم المؤسسة التي يتلقى منها العلم. فهناك علاقة احترام، هناك قاعدة قانونية بتنظم العلاقة بين المتلقي للعلم وبين من يلقي العلم. من يتجاوز هذه القاعدة يعرض نفسه للجزاء. تمام؟ حتى العلاقة بين الصديق وصديقه، لا يجوز أن يتجاوز العلاقة بين صديق وصديقه أو شخص وشخص آخر أن يتجاوز حدود العلاقة بينه بأنه هو يتعدى عليه، سواء باللفظ أو بالكلام أو بالضرب أو باليد أو بالهزار حتى. طالما هو التاني مش قابل فممكن أن هو يأخذ منه حقه بالقانون. يعني لا يعني لو واحد جه وشتم واحد، هنا القانون بيعمل له قضية سب وقصف ويجازى عليها ويترتب عليها قانون جزائي يوقع على من تجاوز حدود هذه العلاقة. حتى علاقة الجار بجار، حتى علاقتك بالسلطات العامة، حتى علاقتك بأي شركات، كل علاقة في المجتمع ينظمها القانون. إذن لابد من نشأة، حتى ينشأ مجتمع متحضر لابد أن يكون هناك علاقات أو ضوابط اجتماعية تربط هذه العلاقات أو تربط هذه الأشخاص، سواء بينهم وبين بعض أو بينهم وبين سلطات الدولة أو الأشخاص المعنوية الأخرى. الشخص المعنوي هو ما يكون مؤسسة، ما يكون جمعية، ما يكون جامعة، ما يكون مدرسة، دي اسمها شخص معنوي. أما الأشخاص الطبيعيين اللي هم الأفراد الطبيعيين. حتى الجار بجاره بتربطه علاقة قانونية، لا يجوز الجار أن يتعدى حدوده على جار آخر. يعني مثلا لو في هناك مثلا مرفق عام أو اللي هو حق الارتفاق بين الجار وجاره، يعني مثلا يجي مدخل عمارة ده مشترك فيها جميع السكان، مفيش جار معين يقدر يستحوذ عليها دون الجيران الأخرى، هنا يبقى تعدى القانون ويعرض نفسه للمساءلة القانونية ويرتب على هذا جزاء قانوني. إذن حتى لو نظرنا إلى القانون بنجده أنه هو بيتحكم في حياتنا كلها، سواء حياتنا في مراحل أول ما نتولد، حتى الجنين أول ما يتولد ده بيحتم القانون حمايته لمين؟ للأم، بحيث إذا كانت الأم حتى حامل في جنين لا يجوز لها إجهاض هذا الجنين، وإلا عرضت نفسها للمساءلة القانونية. ليه؟ حتى لأن كل حاجة بيحميها القانون. الطفل هو صغير من حق أم أن هي من حق الرضاعة لمدة عامين زي ما ربنا سبحانه وتعالى وفطامه في عامين. طبعا إحنا بنأخذ كل القوانين بتاعتنا دي اسمها قوانين وضعية، بنأخذها من كتاب الله وسنة رسوله اللي هي القوانين السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على البشر، زي ما هو دستورنا العام هو القرآن الكريم. وكما تعلمون جيدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أرسله الله كافة للعالمين، لم يرسله لفئة معينة من البشر ولا للون معين ولا لسادة معينين ولا لمكان معين ولا لزمان معين، بل أرسله وما أرسلناك إلا كافة للعالمين، ده في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن الدستور السماوي طبعا إحنا بنحاول ننظر، يعني إحنا بنمتثل من القوانين السماوية أو القانون السماوي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد وبعثه للبشرية جمعاء، بناخد منه القانون، بس ده قانون وضعي بنحاول نوضح فيه وبنحاول نضع فيه. طبعا القوانين الوضعية فيها قد ككفة البشر قد يصيب وقد يخطئ، طبعا القانون السماوي لا يخطئ أبدا ولكنه صائب في جميع الأحوال وفي جميع الأزمان. من أجل هذا إحنا القانون أخذناه، يعني حتى البشرية لما تكونت، أما ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون خلقه بقوانين معينة، قانون الليل وقانون النهار، وما الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، ما هذا إلا قانون، ده قانون مش ده قانون
لا الشمس تقدر تبغي على القمر ولا القمر يقدر يبغي على الشمس. إذا لما ربنا سبحانه وتعالى خلق الكرة الأرضية أصلا أو خلق البشر جميعا خلقهم بالقانون، القوانين هي التي تحكم البشر جمعاء. طبعا يعني فالميزان الكون طبعا حاشا لله سبحانه وتعالى، وما يعني احنا مهما عملنا ومهما قدرنا نسعى للعدل فمش هنقدر نسعى لعدل الله سبحانه وتعالى في كونه وفي مخلوقاته. سبحان الله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإحنا لو جينا بصينا للقانون هنجد إن القانون عبارة عن قاعدة قانونية آمرة، قد تكون آمرة وقد تكون ناهية. يعني مثلاً عند استعمال مصطلح القانون في مجال الدراسات القانونية عندنا بيكون المقصود أساساً أن القانون يتكون من قواعد تنهي الأشخاص عن ارتكاب هذا الفعل أو ذاك باعتباره من المحظورات، كما قد تأمرهم بأتيان أفعال معينة، فمن خلال أوامر القانون ونواهيه بتسعى السلطة العامة إلى إلزام الناس بأن يحترموا قواعد القانون. فلا يجوز للشخص عصيان ما تفرضه قواعد القانون من أوامر أو نواهي، وإلا تعرض لتوقيع جزاء عليه يؤلمه فعلا، هو جزاء ملموس توقعه السلطة العامة بما تملكه من قوة تباشر بها الإجبار العام في المجتمع. فالسعي السلطة العامة إلى تنظيم سلوك الأشخاص هو الهدف الذي ترمي إليه القاعدة القانونية. هذه القاعدة بتبدو كخلية يعني من نسيج جسد حي، هو القانون الذي يتكون من تلاحم قواعد قانونية كثيرة ومتشابكة. يعني القاعدة القانونية هي الخلية الأساسية في القانون. عبارة عن إيه القاعدة القانونية؟ سواء كانت قاعدة قانونية آمرة أو قاعدة قانونية ناهية. طب إيه اللي بيحمي القاعدة القانونية دي؟ اللي بيحمي القاعدة القانونية هي الجزاء المترتب على الإتيان أو النهي. اللي بيخالف القاعدة القانونية بيكون هناك جزاء يوقع على من قام بمخالفتها. معنى ما تقدم ده إن القاعدة القانونية لا تنطبق حتما، بل إنها لما كانت تخاطب الناس الذين يتمتع كل منهم بإرادة حرة، فإن اتباع ما أمرت به أو اجتناب ما نهت عنه بيتوقف على مدى انصياع إرادة الشخص للأمر أو النهي الذي فرضه القانون. قد يأتي هذا الانصياع طوعا من الشخص واختيارا، وقد يأتي جبرا غصبا عنه من جانب السلطة العامة في المجتمع وهكذا. فإن انطباق قواعد القانون لا يتم إلا على فرد من فردين، إما انصياع إرادة الشخص المخاطب بهذه القاعدة لأوامرها أو نواهيها طوعا واختيارا منه، يا إما هو بيكون بطواعية واختيارا أو خوفا من أن يلحقه الجزاء الذي يجب توقيعه على من يخالف هذه القواعد. يعني في كلا الحالتين هو لابد أن ينصاع إلى القانون، يبقى قد يتبعها طواعية واختيارا وقد يتبعها جبرا وقهرا، إقهارا وجبرا. في كلا الحالتين المهم إن هو يطيع الأوامر القانونية أو القواعد القانونية. طبعا احنا على فكرة لو جينا بصينا لكل الدول المتقدمة بنلاقيها انها بتحترم القانون جدا. اما الدولة اذا قل فيها التقدم والرقي نجدها لا تحترم القانون. يعني مثلا ابسط حاجة هديكم مثال بسيط جدا جدا ومعانا يوميا، قوانين المرور. يعني مثلا يبقى يقول لك السرعة المعينة المفروض في هذا الاتجاه أو في هذا النهر من الطريق لا تتجاوز مثلا 60 كيلو متر في الساعة، ونيجي واحد نلاقي واحد ليه بقى؟ لأنه مثلا هذا الشارع ده قد يكون مزدحم بالسكان، قد يكون مأهول ببعض المصالح العامة أو مدارس أو كذا أو كذا. نيجي مثلا واحد سايق على سرعة 80 كيلو أو 100 كيلو وفي الساعة وفي هذا الشارع اللي هو المفروض ما يتعداش فيه 60 كيلو، طب ده هنا خالف القانون، هل ده لمصلحته؟ لا مش لمصلحته، لا ده سبب ضرر للآخرين وقد يسبب ضرر له أيضا. طبعا مخالفة القاعدة القانونية هنا لابد أن يوقع عليه جزاء،
طبعا احنا عندنا يعني ان شاء الله بعد كده يعني دي هناخدها بالتفصيل وهشرحها لكم. بالنسبه لاقوى القوانين بعد ما ندرس فروع القانون، اقوى القوانين او اشدها خطوره هو بيبقى القانون الجنائي، لان القانون الجنائي جزاؤه بيبقى او عقابه بيكون جزاء خطير على الشخص الذي قام بارتكاب الجريمه. يعني مثلا بيقسم بقى القانون الجنائي، يقسم إلى ثلاثة عقوبات أساسية. أول حاجة بتبقى أخفهم المخالفة، زي المخالفات المرورية، مخالفات البناء، مخالفات العمل، كلها دي أخفها. بتبقى التوقيع العقوبة عليها أو الجزاء الموقع عليها كعقوبة بتبقى أغلبها عقوبات مالية، قد تتراوح مثلا تتعدى الآلاف أو قد تصل أحيانا إلى المئات. فالمهم تبعا لأهمية المخالفة. نيجي لتاني تقسيم في قانون الجنائي، بنلاقي الجنح. الجنح دي بتبقى عقوبتها بتتحول إلى من الحبس إلى الحبس، قد يتراوح يبدأ من 24 ساعة إلى 3 سنوات، دي اسمها عقوبة الحبس، بتكون الجريمة المرتكبة منها هي الجنحة. بنيجي بعد كده للجريمة رقم 3 أو الجريمة اللي هي الجنايات في التقسيم الجنائي. الجنايات دي بتكون عقوبتها طبعا عقوبات بدنية سالبة للحرية، أو اللي هي سالبة للحرية يعني زي السجن. السجن بقى بيبدأ من 3 سنوات إلى ما شاء الله إلى عقوبة الإعدام. طبعا العقوبة دي تعتبر عقوبة بدنية، العقوبة الإعدام، ويليها على طول بعد العقوبة دي بيكون المؤبد اللي هو 25 سنة. طبعا دي تقسيم، لأن القانون الجنائي أشد خطورة في أفرع القانون بصفة عامة، فعشان كده هنجد إن المشرع أولاه بعض التحكمات معينة أو ضمانات معينة، عشان نظرا لأن هو يمس بحرية الإنسان ويمس بحقوق الإنسان، سواء حريته في التنقل، سواء حريته في ماله، سواء حريته في بدنه، سواء حريته في حياته الشخصية كلها. فنظرا لخطورة هذا القانون فقد أولاه المشرع بعدة ضمانات إن شاء الله سوف نتعرض إليها في محاضرتنا القادمة سويا بإذن الله. أما إحنا بقى لسه بنرجع للمقدمة بتاعتنا في ضوء متقدم عن القانون ومعناه، فنرجع تاني إن معنى ما تقدم إن القاعدة القانونية بتطبق إلا لا تطبق إلا على فرد من فردين، إما انصياع إرادة الشخص المخاطب بهذه القواعد لأوامرها أو نواهيها طوعا واختيارا منه، أو خوفا من أن يلحقه الجزاء الذي يجب توقيعه على من يخالف هذه القواعد. وإما يتم انطباق قواعد القانون من خلال تدخل إرادة السلطة العامة في علاقات الأشخاص لكي تفرض أوامر القانون أو تفرض نواهيه. يعني قد القاعدة تقول لك افعل، أو قاعدة قانونية أخرى تقول لك لا تفعل، يعني هي دايما. فإحنا بنقول عليها قواعد يا إما تفرض أوامر أو تفرض نواهي. طبعا على من لا يريد أن يمتثل لها من تلقاء نفسه بيوقع عليه الجزاء المترتب على تلك القاعدة، وهكذا. فليست قواعد القانون تلزم الفرد بقوة حتمية طبيعية تفرض عليه سواء غريزيا أو فيزيقيا أن يسلك في حياته على مقتضى قواعد القانون، لأن قواعد القانون ليست قواعد علمية فيزيقية أو قواعد بيولوجية حتى تتمتع بالصفة الحتمية المنطلقة من تكون ظاهرة سببا لظاهرة أخرى طبقا لمبدأ السببية، زي مثلا الجاذبية الأرضية أو قانون الطفو أو قانون العرض والطلب، دي قواعد الطبيعية الأخرى غير في الدراسات القانونية. بل أنه في الحالة التي لا يريد فيها الفرد أن يطيع القانون يجد أمامه من يأمره أو ينهيه بصورة تنطوي على إلزام بتفرضه السلطة العامة في المجتمع. السلطة العامة في المجتمع طبعا هي طبعا كلكم عارفين السلطة العامة في المجتمع هي التي تقوم سلوك الفرد وتقييما لإرادته التي قد ترضخ لحكم القانون خوفا من أن يتعرض صاحبها على يد السلطة العامة لجزاء في حالة المخالفة، أو خوفا من أن تترتب آثار قانونية توقعها السلطة العامة في المجتمع.
إذن في ضوء ما تقدم بقى يمكن إن إحنا نفهم القانون أو نعرف القانون إن أهم الظواهر الاجتماعية فيه، هي يعتبر من أهم الظواهر الاجتماعية أو من أهم العلاقات التي تربط الروابط الاجتماعية أو تحكم الروابط الاجتماعية. فالقانون هو مجموعة القواعد العامة المجردة المقترنة بجزاء ملموس، هذا الجزاء بتوقعه السلطة العامة في المجتمع. طبعا أي جزاء مترتب على مخالفة قاعدة قانونية، من يوقع هذا الجزاء هي السلطة العامة، بحيث لا يجوز شخص أن يوقع على شخص جزاء أو يوقع عليه عقوبة. يعني مثلا إحنا لو جينا بصينا للمجتمعات البدائية، كانوا اللي هي لسه قبل تكوين، قبل القانون أو قبل الظواهر الحضارية، كانوا هم بيقوموا بكل فرد مثلا يوقع يتعرض لجريمة معينة، هو بياخد الجزاء بنفسه، زي كده الصقر مثلا، ده نوع من أنواع التخلف. لكن الجريمة بالذات عندما يتولد في المجتمع جريمة، فبيتولد أو ينشأ للدولة حق اقتضاء العقاب. يعني الجرائم بالذات اقتضاء العقاب بيكون للسلطة العامة منفردة، يوقع من السلطة العامة ولا يوقع من أفراد لأفراد. طبعا احنا هنا لو جينا بصينا للإلزام في القاعدة القانونية، بيكون نابع من علم الناس بأنه في حالة مخالفتها بتهب أو السلطة العامة هنا هي التي تسعى إلى توقيع ما تضمنه القاعدة القانونية من جزاء على المخالف، مما يولد في نفوس المخاطبين بالقانون شعورا عاما بالخوف من مخالفة القواعد القانونية. وإلا إذا لو كانت القاعدة القانونية صدرت بدون جزاء مترتب على مخالفتها، كانت الناس ولا احترمت القانون ولا مشت عليه ولا همها. يعني لو احنا جينا بالعامية او الامثلة، المثال الناس اللي تقول لك ايه، من اساء، من امن العقاب اساء الادب. يعني لو حد مثلا قال امر معين وده ملهوش يعني المخالفة عليه لا يترتب عليها جزاء، طبعا هنا هيبقى مفيش احترام للقاعدة القانونية، وهتبقى زي هي وجودها والعدم سواء. لكن اللي بيعمل احترام للقاعدة القانونية وبيعمل لها قيمة وبيعمل لها هيبة هو الجزاء المترتب على مخالفتها. من هنا طبعا بيأتي أهمية القانون في تنظيم العلاقات في المجتمع، بحيث احنا لو جينا نظرنا لأي مجتمع من غير قانون هيتحول إلى غابة. طبعا طبعا ده أكيد، يعني أي حد يتصور إن مجتمع ما فيهوش قانون هيتحول إلى غابة. يعني القوي فيه يستضعف الضعيف ويأخذ حقه، يبقى الضعيف ملهوش مكان، هنبقى زي الغابة، زي الحيوانات المفترسة، القوي فيها يأكل الضعيف، والضعيف ليس له مكان حيث ولا يوجد له حق أصلا، فتحولت الحياة هنا إلى غابة. لكن طبعا القانون بينظم الحياة الاجتماعية للناس وينظم الظواهر الاجتماعية اللي موجودة بين جميع الأفراد بعضهم ببعض، أو موجودة بين الأفراد والسلطة العامة، أو بين الأفراد والأشخاص العامة أو الأشخاص المعنوية في المجتمع. طبعا بالنسبة للقانون، إذا نظرنا لأي دولة متحضرة نجد أنها تحترم القانون احترام شديد، وتحترم جزاءاته التي توقع على من يخالفها. طبعا طبعا لما بنكون بصينا للأفرع القانون، احنا انا قلت لكم على فرع واحد من القانون اللي هو القانون الجنائي نظرا لخطورته، لكن هناك أفرع متعددة للقانون. القانون مثلا لو داخل المجتمع هنلاقي ان هو بيفرض على الأفراد بعضهم ببعض علاقات معينة، زي مثلا القانون المدني ده بيأتي بين الأفراد وبعضها، القانون التجاري، قانون الأحوال الشخصية الذي يرتب العلاقات الشخصية في الأسرة أو في العائلة، زي الزواج، الطلاق، المواريث،
ينظم الإرث في كل ده، قانون الأحوال الشخصية لو أو قانون العمل أو قانون المرافعات أو القانون الدولي الخاص. لو جينا بقى بصينا حتى للدول بين الدول بعضها وبعض، بنجد أنها تخضع للقانون الدولي العام، هو الذي ينظم العلاقات الدولية بين الدول وبعضها. حتى لو كان في معاهدات بين الدول وبعضها، لابد أن تحترم الدول تلك الميثاق أو تلك المعاهدات أو المنظمات الدولية. زي مثلا عندنا جامعة الدول العربية، دي نوع من أنواع المنظمات الدولية، أو منظمة الأمم المتحدة برضو نوع من أنواع المنظمات، بتفرض شروطها وبتفرض كل من يشترك في تلك المنظمات لابد أن يخضع للقانون الذي تنظمه تلك المنظمة أو الهيئة. إذن حتى القانون مش بيحكم الأفراد داخل المجتمع بعضهم ببعض، بل أيضا يحكم العلاقات الدولية بعضها ببعض والدول بعضها ببعض. فهنا طبعا بترجع أهمية القانون لتنظيم حياتنا. طبعا أنتوا هنا بالنسبة لكم قد تتهاونوا بدراسة القانون بالنسبة لكم، لأنها تقولوا أنها دراسة نظرية، وتعتقدوا أن لا، ده الدراسات العلمية دي أهم، ودي في حين أن الذي ينظم العلاقات العملية والمهنية والدراسية والحياتية والاجتماعية والاقتصادية وكل علاقة في المجتمع هي تندرج تحت طائلة القانون، هو الذي ينظمها. يعني القانون ده مش المفروض على كل فرد في المجتمع ان هو على الاقل يكون عارف ولو حتى مبادئه، ولو حتى عارف يعني طبعا. والجهل بالقانون، الجهل يعني مثلا القانون فيه قاعدة قانونية عندنا مهمة جدا، ان لا يجوز العذر بالجهل بالقانون. يعني القانون لو واحد عنده ما عندوش علم بان في قاعدة قانونية بتحرم فعل معين، القانون هنا العقوبة لا يعفى من العقوبة، لأن بمجرد صدور القانون في الجريدة الرسمية، حتى لو مش كل الناس تعلم بيها، بمجرد صدور القانون في الجريدة الرسمية إذن يفترض على الجميع العلم بها، ويقال أن القانون لا يحمي من يجهله. يعني في قاعدة بتقول كده، القانون لا يحمي من يجهله. افرض واحد قال لا والله ده أنا ما أعرفش أن هذا ممنوع، لا خلاص أدام وضع القانون يبقى على الكافة العلم به، المفروض على الكافة العلم به. يعني كان في برضو زميل في المرة اللي فاتت وقال لي القانون لا يحمي المغفلين، هي دي صح درجة، كلمة درجة قالها، لكن هي دي الحقيقة اللي هي ما معناها لا يوجد عذر لمن يجهل القانون. يعني توقع عليه العقوبة زيه زي اللي عالم بيه، طالما القانون صدر وتم تأشيره وتم صدوره في الجريدة الرسمية الموقعة لابد أن يعلم به القانون، بيفترض أن القانون أن الجميع يعلم به. طبعا القاعدة القانونية دي بتكون موضوعة بصورة مسبقة. يعني أنا عايزة أقول لكم على مثال مثلا معين، القاضي اللي هو قاعد على منصة القضاء، هو ما القاضي لما بيعرض عليه نزاع معين سواء بين طرفين أو سواء بين جريمة معينة، القاضي ما بيدخلش إيده في جيبه ويطلع القانون ويقول لك ده أنا هألف قانون وأنا قاعد، لا، ده القاضي محكوم ويحكمه القانون الذي صدر من قبل القاعدة القانونية، حتى العقوبة التي يوقعها على المتهم أو التي يوقعها على أطراف النزاع لابد أن يكون عنده علم مسبق بيها. فلو جينا نظرنا مثلا، هقول لكم مثال صغير جدا جدا علشان يعني هو هيكون قريب ليكم، لأن هو أصلا كان الرأي العام كان مثار فيه جدا جدا جدا. كان في حادثة تقريبا من 7 سنين أو من 8 سنين، اللي هي حادثة الاعتداء على طفلة صغيرة، اغتصاب طفلة صغيرة اسمها زينة. وده كان عامل بلبلة في المجتمع، ان في شاب كان عنده 17 سنة ونص او حاجة زي كده، وقام هو وثلاثة من زمايله او من اصحابه، وقاموا بالاعتداء على طفلة صغيرة عندها 8 سنوات، وبعد ان قاموا باغتصابها تم القائها من فوق سطوح البيت ووقعت قتيلة في المنور. طبعا جي كان مصار وقال لك دول لازم الثلاثة دول يتقتل يعدموا، ولازم يعدموا في ميدان عام. هو
القاضي وكله أصر على القاضي لما حكم على كل واحد فيهم ب 15 سنة. عارفين ليه هو حكم ليه عليهم كده؟ لأن في قانون بيحكم القاضي. القانون ده بيقول إيه؟ بيقول إن مرتكب الجريمة إذا كان لم يبلغ 18 عاما وقت ارتكابه الجريمة لا يوقع عليه عقوبة الإعدام. ده القانون الطفل. قانون الطفل هو ده بيسود المجتمع، وكان حدد قانون الطفل حتى من الأمم المتحدة، وقال إن عقوبة الإعدام لا توقع على من هو أقل من 18 عاما. طيب قال لك طب ده هو دلوقتي دخل ساعة، انت في حاجة عارفين انتوا في حاجة اسمها حبس احتياطي، وساعة ما بترتكب الجريمة يقول لك 4 أيام على ذمة التحقيق، وبعد كده يعرض على قاضي المعارضات يمد له 15 يوم في 15 يوم في 3 شهور إلى أن يحكم عليه حكم بات. بات يعني إيه؟ يعني حكم استنفذ درجات الطعن اللي موجودة فيه. طبعا المجتمع هنا زي ما أنتوا عارفين، المجتمع هنا زي ما أنتوا عارفين أثار جدا، زي ما أنتوا عارفين كان مثار، وكان في غضب شديد جدا 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 على القاضي اللي قام على القاضي اللي قام اللي حكم ب 15 سنة فقط. ازاي يحكم ب 15 سنة؟ ازاي ده البنت اغتصبها 3 وقاموا باغتصابها، وبعد ما اغتصبوها خنقوها ورموها من فوق السطح في المنور في الدور ال11، والبنت كانت جثة، ذنبها ايه؟ الناس كانت، الرأي العام كله كان مثار، الرأي العام كله كان متحامل على القاضي، بس القاضي هنا ملوش ذنب، لأن القاضي أصلاً بينفذ القانون. لكن إيه هو القانون؟ القانون بيقول لك إن طالما المتهم لم يبلغ 18 عام فلا توقع عليه عقوبة الإعدام. أمال إيه هي أقصى عقوبة ممكن توقع عليه؟ قال لك أقصى عقوبة ممكن توقع، بيعتبروه طفل اللي هو أقل من 18 سنة، بيعتبروه طفل، وقال لك توقع عليه 15 سنة أقصى عقوبة، وهي الحبس السجن 15 عاما، السجن ب 15 سنة. فهنا القاضي ده، أنا ليه بديكم المثال ده؟ بديكم المثال ده علشان أثبت لكم إن القاضي اللي على منصة القضاء والذي يحكم في النزاع لا مقيد بصدور القاعدة القانونية التي تم وضعها من المشرع بصورة مسبقة، بصورة مسبقة، يعني مش هو في ساعتها كده يقول لك لا أو حسب هواه، لا لا لا، القاضي مقيد جدا في حكمه، ما بيطلعش حكم من جيبه ولا بيفتح الدرج يطلع حكم، لا لا لا، هو بيبص الجريمة دي ينطبق عليها أنه قاعدة قانونية، طب وتلك القاعدة القانونية إيه هي العقوبة المترتبة عليها؟ آه دي كذا كذا. طب نشوف ده جملة للولاد المرتكبين بتاعت واقعة زينة دي، وقالوا طيب ما هم بعد ما صدر الحكم البات عليه كان عنده 18 سنة و3 شهور، يبقى كده عدى 18 سنة. المشرع قال لك لا، ده هو سنه وقت ارتكاب الجريمة، كان عنده كام سنة وقت ارتكاب الجريمة؟ قالوا كان عنده 17 سنة و9 شهور، يعني لم يبلغ 18 عاما، فمن أجل ذلك لا توقع عليه عقوبة الإعدام. من أجل ذلك إن القاعدة القانونية بتكون موضوعة بصورة مسبقة من المشرع. وطبعا القواعد القانونية دي لما بيتم وضعها لها مصادر أساسية، يعني إحنا كده مش بنقعد نجيبها يعني طبقا لهوى القاضي أو طبقا لا لا لا، ده بيبقى هل في حاجة ملحة من المجتمع إنها يتم وضع قاعدة قانونية معينة. من أجل ذلك إحنا هندرس إن شاء الله بإذن الله، هندرس القواعد القانونية في القانون المدني، وهندرس القواعد القانونية في القانون الجنائي بصورة موسعة، وهنتعرف على بعض فروع القانون الأخرى زي قانون العمل، زي قانون التأمينات، زي قانون المرافعات، قانون الأحوال الشخصية، قانون القانون الدولي العام، القانون الدولي الخاص،
وهنقوم ببعض لازم ان انتوا يعني تاخدوا فيها. طبعا هي المراجع كبيره جدا جدا اللي موجوده عليكم. هو انتوا المفروض اي حد بيدرس ماده نظريه المفروض ان انا اديكم اسم المرجع وانتوا تروحوا تدوروا عليه، يا اما في مكتبه قانونيه او في اي او بتجيبوه بتشتروه براحتكم. يعني انا بديكم في مراجع متعدده، يعني احنا عندنا المدخل في القانون للدكتور مثلا رمضان ابو السعود، ممكن توصلوا له تجيبوا المرجع ده، في الدكتور حسين كيرة، في عدة مراجع يعني متعددة متعددة للي عاوز يوسع القاعدة القانونية بتاعته ويوسع مداركه القانونية. طبعا أنا بحاول إن أنا أديكم المفيد، لأن أنتوا في حياتكم المهنية هتحتاجوا من القانون ده جدا جدا، يعني هيبقى ملازمكم وهيبقى فيه مسؤولية على اللي من يجهل بيه بيطبق عليه العقوبة حتى لو كان يجهل القاعدة القانونية. فنرجع تاني في ضوء ما تقدم إن يمكن القانون أن يفهم من إن هو عبارة عن مجموعة القواعد العامة المجردة المقترنة بجزاء ملموس توقعه السلطة العامة في المجتمع بما يجعل هذه القواعد في المجتمع ملزمة واجبة الاحترام. طبعا الإلزام زي ما قلنا بيبقى غالبا للقاعدة القانونية نابع من الخوف من الجزاء المترتب على مخالفتها، لأن إحنا لو تركنا القانون لهوى كل إنسان مفيش حد هيتبع القاعدة القانونية، إلا كلهم بيتبعوها قهرا وجبرا، مفيش حد بيتبعها طواعية إلا القليل القلة يعني. طيب فكل طبعا بهذا القانون كل فرد بيحترم حقوق الآخرين وبيحترم صاحب الحق بموجب القانون. طبعا يعني طبعا ان القانون لا يمكنه اداء وظيفته الا من خلال اعتبار المصالح الجديره بان يحميها المجتمع حقوقا، يفرض القانون على الكفه واجبا عاما باحترام كل منها، فبيكون صاحب كل حق في مركز ممتاز بالنسبه الى غيره من الافراد. فالحقوق هي اهم الادوات التي في يد المشرع، وهو يصنع القانون تنظيما للمجتمع، لأن من خلال بيان المشرع للحقوق نشأة وأثرا وانقضاء فإنه يأمر المخاطبين بالقواعد القانونية بما يشاء من واجبات إيجابية يتعين على الشخص القيام بها. طبعا في واجبات سلبية أو محظورات بيتعين على الشخص أن يمتنع عن القيام بها، اللي هي الأوامر الناهية عن الأفعال. طبعا بيفضل يعني احنا بعد كده هنتكلم عن مصادر القانون بصفة عامة، ايه هي، بيجي منين القانون، هقولها لكم دي هنتكلم فيها بعد كده ان شاء الله بالتفصيل، لانها برضو يعني تعتبر من الأهمية. وطبعا يعني طالما احنا عرفنا ان القانون هو عبارة عن تنظيم العلاقات الاجتماعية أو هو ينظم العلاقات الاجتماعية، بيتوفر للقاعدة القانونية العمومية والتجريد والإلزام. يعني قاعدة عمومية يعني عامة للجميع، مش علشان فرد معين ولا شخص معين بيطلع قاعدة قانونية، لا، القاعدة القانونية هي قاعدة عامة يعني تتسم بالعمومية. طبعا بالتجريد بأنها بتكون مجردة مش علشان أغراض معينة أو علشان هوى حد معين، بتكون قانون عامة مجردة من أي صفات خاصة بأشخاص معينة، وبتكون ملزمة عن طريق ملزمة عن طريق التنفيذ أو تنفيذها جبرا وقهرا، يعني عن طريق طبعا السلطة العامة عن طريق توقيع الجزاء المخالف على أو المترتب على مخالفتها. تمام معايا ولا؟ أيوة يا عمر. عمر تمام يا دكتور، معايا؟ أيوة دكتور، الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ واضح. تمام
انا قلت انتوا نمتوا ولا حاجه. طيب حد هنا في حاجه مش مفهومه؟ لا تمام.